وزارة الإسكان، سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة وبلدية الناصرة يقدمون حي الجليل في الناصرة. على مشارف الناصرة من الجهة الشمالية الغربية وعلى تل طقع جنوبي شارع رقم 700 سيقام الحي العصري حي الجليل. تم تخطيط الحي العصري بحيث يتصل مباشرة بشارع 700 من الجهة الشمالية وبشوارع مدينة الناصرة من خلال مواصلات خاصة وعمومية. مستقبلاً سيتم توسيع شارع رقم 75 الواقع جنوبي الحي، ما سيوفر مدخلاً من الجهة الجنوبية أيضاً. من المخطط أن تبنى على قطعة الأرض المخصصة للحي نحو 3100 وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى مساحات عامة، مؤسسات، خدمات وبارك صناعي شمالي الحي. دائماً كان بدي ودائماً رح يكون بدي أكون حد أمي. أنا كمان. حي الجليل هو الامتداد الطبيعي لمدينة الناصرة، ما سيوفر للأزواج الشابة السكن بالقرب من العائلة والأهل والتمتع بحياة مريحة ذات جودة عالية. أنا كنت دائماً بدي أن عائلتي تعيش بحي عصري. حي واسع، سهل تصله، مع مواقف للسيارات، بنى تحتية، حدائق وملاعب وتنس. شو تنس؟ ما تنس، فوتبول. تم تخطيط حي الجليل ليكون حياً سكنياً عصرياً يشمل جميع الميزات الملائمة للعائلات الشابة: شقق في عمارات عصرية مع حدائق مشتركة، وحدات سكنية في بيوت خصوصية، مواقف للسيارات لكل شقة، شوارع داخلية، حديقة مركزية طبيعية وكبيرة، مسطحات أراضي عامة، مواصلات عمومية داخلية، ومؤسسات جماهيرية وكانتري كلاب. حي الجليل العصري سيكون حي سكن آمن لجميع العائلات. التجانس الكامن في كون السكان من العائلات الشابة سيوفر حياة اجتماعية آمنة وغنية. مع الجيران العيد أكيد أحلى. يوفر حي الجليل حياة عائلية إلى جانب حياة اجتماعية عصرية، جيرة حسنة، قرب من مناطق العمل والمؤسسات الجماهيرية والتعليمية والرياضية، كل ذلك من خلال بنى تحتية عصرية ومتطورة. إذا كنت تحلم بالعيش في حي عربي وعصري في المدينة وبعيداً عن ضجيجها، قريب من الأهل ومن المدارس ومن العمل والمراكز التجارية، حي الجليل في الناصرة هو العنوان، عنوان بيتك الجديد. حي الجليل في الناصرة، حلمك قريب. البناء في أوجه.